الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمة الليبية في طريقها لحل سلمي شامل خلال الفترة المقبلة. اليوم من تلقي الانتخابات الرئاسية بالجزائر، وبن صالح يدعو الجزائريين للمشاركة بكثافة. الكنيسة الإسرائيلي يوافق على إجراء انتخابات عامة ثالثة في 2 مارس المقبل. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تحقيق السلام والاستقرار بإفريقيا، وخلال كلمته في افتتاح فعالية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، أكد الرئيس السيسي ضرورة تعزيز قدرات الدول والحكومات على كامل أراضيها والنهوض بمؤسساتها. أكد الرئيس السيسي أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وخاصة على الحدود الغربية مع ليبيا، مشددا خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تحت عنوان إفريقيا التي نريدها، استدامة السلام والأمن والتنمية، على أن إطالة أمد الأزمة هناك يؤثر على الاستقرار في دول المنطقة، وأضاف أن الأزمة الليبية في الطريق لحل سلمي شامل خلال الفترة المقبلة. نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، حيث نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز مسترال ومجموعتها القتالية، عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. تشهد الجزائر اليوم 6 انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها، وسط انقسام حاد وسط الجزائريين بين رافض ومؤيد لإجرائها. من جهته دعا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى تحمل مسؤوليتهم بالتوجه بكثافة لصناديق الاقتراع، مؤكدا في كلمة له أن الدولة أوفت بالتزاماتها لتمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية. وافق الكنيست الإسرائيلي على قرار إجراء انتخابات عامة ثالثة في اليوم 2 مارس المقبل، ونال القرار موافقة 94 مشرعا بينما لم يعارضه أحد. جاء القرار بعد ساعات من انقضاء مهلة نهائية أخيرة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضي. وصلنا لختام هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.